السلام عليكم، انا عبد الله طه طالب مرحله ثانيه تموصل. ان شاء الله اليوم راح ناخذ المحاضره الثالثه من كورس الابدومين اناتومي اللي راح نقرا بها البريتونيوم. بالمحاضرتين السابقات او بالبدايه من المحاضرات مالتنا كنا نقول انه احنا راح نمشي من الخارج للداخل، فاول طبقه حكينا عليها كانت المسلز، بعدين الطبقه اللي بعدها حكينا على الترانسفيرسال فيشن. هسه اليوم راح نحكي على طبقه الاخ اللي هي البريتونيوم. البريتونيوم هو عباره عن ممبرين، هذا الشيء خلينا نتفق عليه من بداية المحاضرة انه هو مجرد ممبرين. شنو وظيفته؟ وظيفته انه يحوط لي الابدومينال كافيتي. حلو، يعني هذا حوط لي الابدومينال كافيتي. زين، شنو الجديد عندنا؟ يعني هو ممبرين وحوط لي الابدومينال كافيتي، شنو وين الموضوع القوي عندنا؟ الموضوع انه هذا البريتونيوم انه ما اكتفى بس انه مجرد حوط لي الابدومينال كافيتي، لا، انطاني فولز راحت وحوطت لي شنو؟ حوطت لي الفيزرا. منو هي الفيزرا؟ اللي هي الابدومينال اورجانز، مثلا الاستومك، الليفر، الانتستين، حوطت لي هاي الاورجانز. فاني بدايه لازم اعرف شنو الفائده من تحويطه هاي الاورجانز. الفائده منها انه انا لازم اسوي لي ليميتيشن للحركه مالتهم، يعني انا ما اعرفهم مطشرين بالابدومين وروحوا يلا اشتغلوا، لا ما يصير هيك شيء. انا لازم اجي احوطهم بممبرين، اربطهم بالوين، اربطهم بالجدار الخلفي مال الجسم، اما الابدومين يعني. هذه هو الفكره العامه مال البريتونيوم. جيت ربطتهم، ربطت الاعضاء وين؟ ربطتهم بالبوستيريور ابدومينال وول حتى اعدم الحركه مالتهم او اقلل الحركه مالتهم. زين، البريتونيوم انا ما راح اوقف على انه هو مجرد بريتونيوم، مجرد ممبرين، راح يروح يغطي لي اعضاء. راح اجي اقسمه قسمين حتى يكون الوصف مالتي دقيق. الجزء اللي بطن لي الكافيتي مال ابدومين نسميه بارايتال بريتونيوم. خلنا نرسمه بغير لون حتى ميز. هذا هو البارايتال، راح ينطيني فولز اللي هي شنو اسمها؟ نسميها ميزانتري. هذه نسميها ميزانتري. هاي الميزانتري راح تروح للأورغان وتحوطها هيج وتجي، او خلينا نرسم هاي اللخة من نبغي اللون. هاي هيج راح تحوط لي هاي الأورغان. فهنا تقسم عندي البريتونيوم الى جزئين رئيسيات، الجزء الميزانتري اللي موجود ببعضهم وكلتهم. الميزانتري والبرايتال هذول راح يكونون احنا قريناهم هسه. منو راح يكون بعدهم اللي راح يفتر حوالين الاورجانس او راح يسوي لي كفرنج للاورجانس؟ اذا راح يسوي لي كفرنج للاورجانس هو هذا اللي نسميه الفيزرال بريتونيوم. حلو حلو، هذا هو الفيزرال بريتونيوم. هاي هي الفكره العامه مال ميزنتري. اذا احنا ميزنا هاي الفكره وافتهمناها الباقي المحاضره راح تكون كلش سهله عندي. يعني انا عندي ثلاث طرق مال الربط. اول طريقه انه مجرد راح يجيني الميزانتري يحوط لي الاورجان يربط لي هو بالجدار الخارجي. ها هي خلصنا الجزء. الفكره الاخ انه هذا البريتونيوم راح يطلع هيك يصير فيزرال يحوط لي اورجان، هذا الاورجان ينطيني فولز الغير اورجان، والاورجان هذا يجي بعدين يطلع يرتبط بالبوستيريور ابدومينال. هاي الطريقه الثانيه. الطريقه الثالثه انه مثل هنا عندنا الكلية، يجي هذا البريتونيوم راح يحوطها بس من الخارج من الانتيريور سيرفيس مالتها، وهي من جوا راح يكون عندي الفيوجن فيشيا فترتبط معها. حلو، او تربطها بالبوستيريور ابدومينال وول. فهاي الفكرة العامة مالتهم ثلاثتهم. هاي طرق الربط. زين، هسه نجي نبلش بالقراية، نقرا المكتوب. اول شي عندي البريتونيوم. It's a serous membrane consists of two layers, parietal and visceral layer. The parietal lines the abdominal cavities, abdominal and pelvis cavities, the visceral abdominal pelvis organ. Peritoneum cavity is the peritoneal space between the peritoneum and visceral layer of peritoneum. It contains peritoneal fluid. طبعا مثل ما قلنا انه هذا الفيزرال وهذا البرايتال.
بيناتهم بين الفيسيرال والبرايتال راح يكون عندي فراغ اللي هو البريتونيال كافيتي. هذا هو البريتونيال كافيتي، راح يكون الفراغ موجود بين الفيسيرا والبرايتال. طبعا هو ما يكون فراغ يعني، هو راح يحتوي على الأورغانز بس. اوكي، البريتونيال كافيتي is divided into lesser sac and greater sac. بالإمبريوم من كان جنين راح يكون الجاسترونتستانال تراكت عبارة عن أنبوب واحد، راح ينزل هيج مع البريتونيوم، فراح يتقسم إلى الأعضاء اللي هي مع الجاسترونتستانال. راح تيجي هاي الأعضاء وش تسوي؟ راح أكو منهم راح يسوي إيلونجيشن، وبعدين تكبر بالحجم، وبعدين تفتر، وبعدين يصير بهاي هاي الأمور كليتها. فبسبب هاي الحركة والدوران والتطور مع الأعضاء مالتنا، راح ينقسم البريتونيال كافيتي إلى جزئين، وهو جزء راح يكون خلف الاستومك نسميه ليزر ساك، يعني هو موجود فقط خلف الاستومك ما موجود بغير مكان، والجزء الأكبر اللي هو خارج الاستومك مقابل الاستومك اللي هو هذا، يبدأ هيج، هذا هو وهيج، يعني هذا هو كليته الجزء الآخر اللي هو نسميه greater sac، وهذا الجزء اللي هنا lesser sac. حلو حلو، هاي الفكرة مالتهم. is divided into lesser sac اللي هو located when behind the stomach behind the stomach. The greater sac, it's the main part of the peritoneal cavity extended from the diaphragm to the pelvis. These two sacs are in communication with another through the epibloic foramen. هذا الساك، هذا الجريتر، هذا الليزر، راح يكون بينهم ترابط لو ما راح يكون بيناتهم ترابط، راح يكون بيناتهم ترابط عن طريق شنو؟ عن طريق فتحة اللي هي الابيبلويك فورامن. هاي الفتحة اللي راح ناخذها بعد شوية، وراح ناخذ الباوندريز مالتها، هي مجرد فتحة راح تربط بين الليزر ساك والجريتر ساك، يعني ما بي هذيك الفكرة القوية بس مجرد هاي. زين، هذا الرسم مالتنا هنا يوضح لنا انه هذا البريتونيال كافيتي او الجريتر ساك راح يكون عندي خلف الاستومك، هاي الاستومك خلفها مباشرة راح يكون عندي الليزر. شوف شلون صغير مقارنة بباقي الاجزاء، هاي كليتها الجريتر وهذا فقط هو الليزر. حلو حلو، بس نكمل. راح نجي نحكي على الطبقتين مع البريتونيوم. الطبقتين مع البريتونيوم قلنا انه عندي طبقتين هي البرايتال والفيزرال. البرايتال هي مجرد طبقة، مجرد تسوي لي لايننج للابدومينال كافيتي، فما بيدي هذيك الاهمية انه نقعد نسولف بيها هواي. الطبقة المهمة عندي اللي هي الفيزرال، اللي هي ام الاختلافات اللي راح نسولف بيها، وتيجي تنطيني طيات وتيجي تنطيني سوالف هواي. زين، الفيزرال it covers the abdominal organs، هذا شيء متفقين عليه من البداية، راح تغطي لي الابدومينال اورجان. In addition it has the following parts، البارتس مالتهم الاجزاء مالتهم ليزر اومنتوم. ليزر اومنتوم شنو هو الليزر اومنتوم؟ دبل لاير اوف بريتونيوم. خليني نجي نخلي مربع على هذه او مستطيل، ما ادري شنو هذا بالضبط، بس هو دبل لاير اوف بريتونيوم. هذه هي الجمله الذهبيه مالتنا، البارتس مال فيزرا كلها تمشي عليها، يعني من اجي على اي بارت من الفيزرا اول شيء نقوله انه دبل لاير اوف بريتونيوم، خلص ها هي دبل لاير اوف بريتونيوم، روح كافي. connect the lesser curvature of the stomach to the under surface of the liver، هذا هو الليزر، هذا تمام، هذا هو الليزر كيرفيتشر. يربط لي هو مع منو؟ طبعا هنا شايل شويه من من الليفر، بس هو المفروض يكون قاعد هيج، يكون جاي هيج، بس المهم راح يجي هذا الليزر اومنتوم يربط لي الليزر كيرفيتشر مال الستومك مع منو؟ مع الاندر سيرفيس اوف ذا ليفر. هلا، يعني راح يربط لي اورجان باورجان. وين راح يربط لي هو بالضبط؟ بالبورتا هيباتس. شنو هاي البورتا هيباتس؟ هي الفتحه اللي راح يدخل منها الفيزلز والنيرف للكبد، يعني مثل منو كانت عندنا، مثل الهايلم اللي كانت موجوده باللنج، من نفس الفكرة ما بيها أي فرق. it composed، هذه هي هذا البارت راح يتقسم
راح اجي اقسمه. اول قسم منه، اول قسم اللي هو الهيباتو غاستريك، من اسمه هيباتو غاستريك. الهيباتو من شنو؟ هيباتو من ليفر. غاستريك من شنو؟ غاستريك من ستومك، يعني من المعدة. فراح يكون من اسمها مبين انه تربط لي المعدة مع الليفر. حلو، هذا من انسى اصلا. بعد هيباتو دودينال، هيباتو دودينال من الهيباتو لوين؟ للدودينام، اللي هو الجزء الاول من هنا، من هذا. تمام، هذا هيباتو دودينال، ده يربط لي الكبد مع الدودينام. فهذا هم ما ننسى، واضح من اسمه. هيباتوكوليك ليجامنت، هيباتوكوليك راح يجي هذا الهيباتوكوليك من اسمه هيباتو. هذا اول شيء ناخذه، هيباتو من كبد. كوليك من شنو؟ كوليك من الترانسفيرس كولون. وين الترانسفيرس كولون؟ هذا هو الترانسفيرس كولون. هذا هو، حلو زين. يا جزء من عنده راح يربط لي هو مع الهيباتيك فليكتشر. هيباتيك فليكتشر شنو هذا الهيباتيك فليكتشر؟ انا عندي جزء من الكولون، او اللي هم هذا هو الترانسفيرس كولون. هذا الترانسفيرس كولون، فعندي هذا الهيباتيك فليكتشر اللي قاعد هنا، وعندي هذا الاخر اللي هو الليفت فليكتشر. تمام. فالهيباتوكوليك ليجامنت راح يربط لي الليفر مع الهيباتيك فليكتشر. تمام. هذا خلصنا الليتر اومنتوم. زين، هنا دا يقول ليجامنت. ليجامنت هنا ما يقصد بيها انه مثل الليجامنت اللي احنا نعرفها، اللي كنا نقراها بالعضلات اللي موجودة بالارم والليج وهاي الاماكن، مو مثل هذيك. هاي الليجامنت اللي عندنا هي بالابدومين، هي مجرد دبل ممبرين، دبل لاير اوف بيريتونيوم. تمام، هاي فقط هي هذه الفكرة مالته، انه هي مجرد دبل لاير اوف بيريتونيوم، يعني ما راح يكون بيها دنس كونكتيف تيشيو او دنس فايبر او هاي الامور، فقط مجرد انه هي عبارة عن ممبرين. زين، الليزر اومنتوم خلصنا. ما بي كان ذيك الفكرة القوية. راح نجي نحكي على الليجامنت اوف ذا ليفر. الليفر هم بي ليجامنت، راح يجي اول وحدة اللي هو هذي، اللي هي شو اسمها، فالسيفورم ليجامنت، او اللي راح يكون بشكل المنجل، راح يكون بشكل المنجل، فنسميها فالسيفورم. اللي راح يكونوا فوق اللي هن التاجيات، الكوروناري ليجامنت، هذين الكوروناري ليجامنت راح يكونون اللي فوق كلش، فما ننسى اسمهم، يعني من تاجهم فوق فيكونون موجودين هنا. الليفت تريانجولار ليجامنت اند رايت تريانجولار ليجامنت، هذين اللي هنا، هاي هنا تريانجل وهنا تريانجولار همين. فهذين التريانجولار ليجامنت موجودين، واحدة بالرايت واحدة بالليفت، فنسميهم رايت اند ليفت تريانجولار ليجامنت. فهذا الليفر همين الليجامنت مالته سهلة، ما بيها افكار. نجي للفكرة الحلوة هنا مع الجريتر اومنتوم. الجريتر اومنتوم دبل لاير اوف بيريتونيوم، هاي شي منتهي منه، descends downward from the greater curvature of the stomach. شنو هذا الجريتر كيرفيتشر؟ هذا هو الجريتر كيرفيتشر of in front of the stomach, in front and beyond the transverse colon, then ascend back upward over the transverse colon to be attached finally to the posterior abdominal wall. يعني ايش يقول؟ يقول انه هذا الجريتر اومنتوم ده يجي من الجريتر كيرفيتشر، من هذا الكيرف القوي، او الجريتر كيرفيتشر مال الستومك، هناك الليزر وهذا الجريتر، ده يجي من عنده دبل لاير اوف بيريتونيوم، تنزل. وين تنزل؟ خلف الترانسفيرس كولون. حلو، تنزل خلف الترانسفيرس كولون. وين شو تسوي؟ هاي نجي نقول انه هاي in front and beyond، يعني هي راح تجي اول شيء، راح تجي من قدامها ومن وراها بعدين تصير، فراح تجي هيج تنزل لي جوا كلش. هاي هنا نزلت لي جوا كلش، حلو. بعدين ايش راح تسوي؟ بعدين راح تفر وترجع لي ورا، يعني هذا هنا
نجي نقول انه هيج وصعدت لي فوق، راح ترجع تصعد لي فوق. ليش تصعد لي فوق؟ حتى تسوي اتاتشمنت ويا البوستيريور ابدومينال وول. ما ننسى الوظيفه مالتها، لان هم كلتهم الوظيفه مالتهم انه يثبتون الاعضاء وين بالبوستيريور ابدومينال وول، يروحون يشلبون بيها. فلازم انه يروحون يا يشلب بأورجان ثاني يا يروح يشلب بالبوستيريور ابدومينال وول. فهاي الفكره مالته، انه مجرد ينزل من الجريتر كيرفتشر ويروح. زين، it's composed مثل ما حكينا على الليزر اومنتوم، كنا نقول ان هيباتوغاستريك هيباتودينال هيباتوكوليك. فهنا عندي همين اجزاء من عنده، اللي هو اول جزء gastrophrenic. gastrophrenic من اسمه كلش واضح، gastro من المعدة، phrenic من الدايفرام. فيعني وين راح تربط لي؟ راح تربط لي الجريتر كيرفيتشر مع منو؟ مع الدايفرام. هنا صورة، هذا هو، هاي هنا شايلين احنا المعدة، بس هو هنا هيج دايجي يربط لي، هي دايجي يربط ال دايجي يربط عندي الجاستريك مع منو؟ مع الدايفرام اللي هي هاي العضلة هنا. هاي هنا هم شايل الصورة مالته، بس هي هاي دايجي يربطها معه. هذا هو الجاستروفرينيك. جاسترولينال او جاسترولينيال نفس الشيء، راح تيجي يربط من اسمه جاسترو معدة مع منو؟ لينيال. لينيال شنو؟ معناها سبلين. فراح يربط لي المعدة مع منو؟ مع السبلين. تمام تمام زين. جاسترو كوليك، كوليك وين اخذناها؟ هيباتو كوليك عندنا هنا من الليزر اومنتوم هيباتو كوليك. هنا منو عندنا؟ هنا عندنا جاسترو كوليك، يعني منو؟ يعني من الجاستريك بين الستومك ومنو؟ مو الترانسفيرس كولون. حلو حلو، هنا كان بين منو ومنو؟ هنا كان بين بين الليفر الجزء السفلي مالته مع المنو؟ مع الهيباتيك فليكتشر. تمام تمام. فهنا لازم احنا دائما ما نركز على الاشياء اللي يكون بها تشابه كلش هواي، نركز على الاشياء اللي مختلفه. فمثل هذه انه جاسترو وهناك هيباتو، فالفرق بيناتهم بس المقطع الاول، فممكن يجي بالامتحان ويخربطنا بيها. الجزء الرابع احنا اخذنا هسه ليزر، اخذنا ليجمنت اوف ذا ليفر، واخذنا الجريتر اومنتوم. هسه راح نجي نكمل عليها. يقول البرايد البيريتونيال ليجمنتس، ليجمنتات باقيه اللي هما من اول واحد الفرينيكوكوليك. فرينيكوكوليك من اسمه، هذا ترانسفيرس، هذا فرينيك دايفرام، خلصنا منه. فرينيكولينال دايفرام، لينال منو؟ لينال هو السبلين، فهمين ما نحفظه. لينو رينال ليجمنت، شنو هذا لينو ليجمنت؟ لينال لينو اللي هو سبلين، رينال اللي هو كيدني، لينا هي كيدني. فشنو بين منو ومنو؟ بين السبلين والكيدني. حلو حلو زين. عندنا فكرة واحدة هنا بس، هي مال فرينيكوكوليك، مال فرينيكوكوليك اللي هو هذا. هذا مثل ما نشوف انه هذا موجود، هذا السبلين هنا راح يجي يكون فوقها مباشرة، فعشان نقول انه يقعد عليه. فنجي نقول انه الفرينيكوكوليك راح يكون مثلا نقول الافراش مال السبلين، السبلين راح يجي يقعد عليه. فنسميه شنو؟ فنسميه سيستنتاكيلوم لينس، سيستنتاكيلوم لينس اللي هو السبلين ريست اون ذيس ليجمنت. هاي هي الفكرة مالته، هاي الفكرة الوحيدة اللي بيها، الباقيات ما نحفظهم لأن مبينين بالاسم مالتهم. هاي الفكرة هنا مثل ما قلنا قبل شوية مع الجريتر اومنتوم، هذا خط كبير، هذا الجريتر اومنتوم راح ينزل هيج وبعدين يصعد ويروح للبوستيريور ابدومينال وول. زين، مثل ما قلنا all these ligaments are folds of peritoneum have no dense fibrous tissue، يعني ما راح يكون بيها فايبرات، مجرد folds of the folds of peritoneum. زين، ميزنتري، بداية المحاضرة سولفنا شوي عن الميزنتري، قلنا شنو
انه للسمول انتستم بالبوسيير ابدومينال وول. فاحنا نفس الشيء دبل لاير اوف بيريتونيوم الكلمه الذهبيه مالتنا كونتين كونكت ذا سمول انتستم تو ذا بوسيير ابدومينال وول. ترانسفيرس كولون جمله ذهبيه ترانسفيرس كولون تو ذا بوسيير ابدومينال وول. سيجمويد جمله ذهبيه سيجمويد تو ذا بوسيير ابدومينال وول. ميزو ابندكس كلمه ذهبيه كونكت ذا ابندكس اللي هي زائده الدوديه تو ذا بوسيير ابدومينال وول. هاي خلصت. يعني الفكره مالتنا او نجي نقول انه هم هذول اصلا ما نحفظهم ما نقعد ندوخ ناس نبيهم لانهم مبينين من اسمائهم ما بيهم شيء قوي. هذا الميزنتري راح يجي يحوط للسمول انتستن يرجع يربط له هي بالبوستيريور ابدومينال وول ما بيها شيء معقد او شيء نوقف به. الميزنتريز اومنتيا اند بيريتونيال ليجمنتس الاو بلاد فيزلز لمفاتيكس تو ريتش ذا فاريس فيزل. يعني أنا البلاد فيزلز هو الليمفاتيكس مالتي راح يكونون يمشون بداخل هاي الليجمنتس أو هاي الميزنتري والأوميتا والبريتونيال ليجمنتس راح يمشون خلالها ويروحون للأورغانز. يعني أنا من أجل أريد أشيل ليجمنت أو أشيل شيء إنه مو أجي قبل أجيب المقص مالتي أو أجي أشقه، لا هذا راح يسبب عندي في حاله انه اذا موجود ارتري بي راح يسبب عندي نزيف. هسه بعدين راح ناخذ الفولز انه اللي موجود بيها ارتريز اذا جيت قصيتها هذا الارتري انا ممكن يسبب عندي مشكله كبيره، وتعرف انه انت اكيد الضغط بالابدومن عالي فراح تنلاص. الجريتر اومنتوم راح يجي نسميه تسميه ثانيه. هذا الجريتر اومنتوم راح نسميه تسميه وهي البوليس مان الابدومينال بوليس مان. ليش راح نسميه الابدومينال بوليس مان؟ الاجزاء مال الابدومين مثل ما قلنا انه هي حيويه راح تتعرض للسموم راح تتعرض الى مشاكل راح تتعرض الى اشياء تسبب التهابات، فاني لازم عندي يكون نظام دفاعي. فهذا الجريتر اومنتوم راح يكون هو النظام الدفاعي مالتنا مال الابدومين نسميه البوليس مان. من اذا صار عندي انفكتد انفكشن بأورجان معين راح يجي هذا الجريتر اومنتوم يروح للأورجان ويحوط له هو على مود شنو؟ على مود يمنع انتشار الانفكشن بالأجزاء الأخرى مال الأبدومين. فهذا الشيء كلش راح يساعدنا وأكثر شيء راح نشوفه بالأبندكس لأن هي فعليا أكثر شيء راح أكثر شيء بيها يصير انفكشنز. ففي حالة إنه بعض الحالات يعني مو كليتها إنه من يصير أبنديتا appendix التهابات بهم راح نشوف انه الجريتر اومنتوم اجا وحوط له هو، لكن بالحالات الجديده يعني مو بالحالات المتاخره. بالحالات المتاخره يعني هو اكبر من استطاعه صار التهاب فعبر او نوبات تنفجر الابندكس. زين انترا اند اكسترا بيريتونيال ريليشن شيب. خلينا نرجع للرسم الاولي مالتنا. مثل ما حكينا انه هذا البيريتونيوم وهذا البريتونال كافيتي. زين داخل البريتونال كافيتي اي اورجان راح يكون بداخل البريتونال كافيتي راح يكون انترا بريتونال اورجان، خارج البريتونيوم راح يكون اكسترا بريتونيوم او نسميه ريترو بريتونال اورجان. فهاي الفكره مجرد حرفيا هو هاي الفكره من الحكي هذا كليته. Intraperitoneal and extraperitoneal relationship. The intraperitoneal organs are mostly totally covered by the visceral peritoneum. يعني كليتها راح تيجي تتغطى بالvisceral peritoneum مثل small intestine اللي حكينا عليها والstomach أو أي شيء. While the extraperitoneal or retroperitoneal lies behind the peritoneum are parietally يعني من قدام covered with the peritoneum. While posterior of these organs There is a fusion fascia مثل منو مثل البنكرياس descending ascending column والinferior vena cava والabdominal aorta. يعني هاي الأمثلة مالتنا، هاي الأمثلة هي مهمة. يعني ممكن يجي يقول إنه intraperitoneal organs مثال عليها ascending column، فاحنا لازم نفرق بيناتهم ونحفظهم كلتهم حتى ما نخربط بالامتحان. fusion fascia شنو هاي fusion fascia؟ مثل ما قلنا انه الأورغانز اللي راح يكون فقط يتغطى من الخارج بالبريتونيوم، الداخل مالتهم
والجزء الخلفي مالتهم ما راح يكون اكو بيريتونيوم، راح يكون الفيوجن فيشيا. هاي مجرد انه فيشيا تربط لي الريترو بيريتونيال اورجانس بالبوستيريور ابدومينال وول. فشنو المهم بالفيوجن فيشيا؟ الفيوجن فيشيا ما راح يكون بها كل شيء، يعني ما راح يكون بها لا فيزرا نو فيزلز اقصد، وما بيها نيرفز. لهذا بالجراحة ممكن اقدر اشيل اني مثلا هذا، اقدر اجي اشيله منه افتحه، يعني هو مو شيء سهل بس انه لمثال يعني اقدر اجي اشيله افتحه وبدون ما اخاف انه موجود بها فيزل او نيرف او شيء مهم بها. فهو هاي، وين الصور الباقية؟ هاي الفيوجن فيشيا. حلو حلو زين. منو باقي عندي؟ بقى عندي الامنتال بورسا او الليزر ساك. الامنتال بورسا اللي هي شنو؟ بداية المحاضرة ما قلنا انه راح نقسم البريتونال كافيتي الى قسمين، الجريتر والليزر ساك. الامنتال بورسا هي الاسم الثاني مال الليزر ساك. حلو حلو. اللي هي شنو؟ اللي هي مكان مكان يكون خلف الاستومك. من شنو تكون؟ تكون خلال الامبريو عن طريق دوران والإلونجيشن مال الستومك. هاي هنا يصير بيها شون الإلونجيشن، وبعدين نفرة، وبعدين يجي جرت بصفحة حتى تنطيني هذا الشكل مالتها. فصارت عندي هنا الخلفة، يعني صارت عندي الأومنتال بيرسا. مو فات شي مهم إنه نعرف ليش تكونت، بس لازم يعني A space behind the stomach. هي مجرد space خلف الستومك. Connected with the greater sac by epibloic foramen. مربوطة مع greater sac خلال epibloic foramen. زين. The boundaries مال هاي epibloic foramen. هاي هي epibloic foramen. شنو the boundaries مالتهم؟ Anteriorly نجي لهنا أحسن. هذي. نشوف بعض رسم التوضيح شكو قدامها. Anteriorly راح يكون قدامها free margin of the lesser omentum. هذا هو الفري مارجن اوف ذا ليزر اومنتوم. ايش راح يحتوي؟ راح يحتوي على، خلينا نمسح الشخاويط حتى يبين، راح يحتوي على هيباتيك ارتري. حلو، هذا الهيباتيك ارتري يحتوي على منو؟ بايل داكت. بايل داكت. بورتال فين، هذا هو بورتال فين. حلو حلو. فهذا شنو؟ هذا الحد الانتيرير اللي مالتها. نيجي وين بعدها؟ نيجي للحد البوستيريور اللي إلها. حد البوستيريور اللي إلها منه البوستيريور فينا كافا. المفروض انه هنا بهاي الصورة هنا مبين، دي جوا شوية، هو البوستيريور فينا كافا قاعد هناك. انفيريور اللي إلها او الفلور مالتها او شنو ما سميها هذي. منو هذي؟ هذا الفيرست بارت مال دودينام. فراح يكون هو الجزء او الحد الانفيريور اللي مال هاي الفرامن. Superior لها راح يكون عندي الكاودات process of the caudate loop of the liver. يعني راح يكون عندي جزء من الليفر فوقه. هذه هي. أنا أفضل هذا الرسم أكثر حتى يوضح إن الفكرة عدلة، إنه هذا هذا الجزء مال الليفر، هذا الأنتيرير اللي لها، هذا الإنفيرير اللي لها، واللي جي هو قاعد عندنا الإنفيرير فينا كافا. تمام تمام، سهلة هاي ما بيها شي. نعبر على بعدها اللي هي الأومنتال بيرسا. الأومنتال بيرسا اللي هي هاي الفراغ شخصيا، الليزر ساك شخصيا. شنو الحدود مالته؟ راح نبدي من فوق لجوا. يعني هذا الأومنتال بيرسا، هذا هو، هذه هاي الستومك. من خلفه راح يبلش عندي الأومنتال بيرسا إلى هنا، راح يكون عندي هذا كلية الأومنتال بيرسا. فحتى ميز الحدود ما تبى بالضبط. زين، أول شيء يقول لك anteriorly from above downward، من فوق لجوا، راح يكون عندي laser omentum. راح يكون anteriorly يعني laser omentum، هذا هنا هو laser omentum مالتي. هاي شلون صارت؟ هذا هو laser omentum، هذا laser omentum هنا. posterior wall of the stomach، هذا هو posterior wall of the stomach. هاي هنا من بهاي الصورة، هذا هو posterior wall of the stomach. الgastrocolic ligament، gastrocolic ligament
راح يكون وين؟ راح يكون قاعد همين مقابلها. Posterior لإله راح يكون عندي الperitoneum of the posterior abdominal wall over the left kidney and supralinear gland. هذه هنا الكدني والسوبرالينال جلاند اللي راح تكون فوقها. الفلور اوف ذا برسم، الفلور اوف ذا برسم اللي هو القاعدة اللي هو هاي، هذه هي الفلور مالته. شنو راح يكون الفلور مالته؟ الفلور مالته اول شيء راح يكون عندنا الدايفرام، بعدها راح يجي منه راح يجي عنده السبلين، بعدها منه الابر بارت اوف ذا ليفت كدني اند ليفت سوبرالينال جلاند، البنكرياس، الترانسفيرس كولون والترانسفيرس ميزال كولون، ليفت كوليك فليكتشر، هذا هو ليفت كوليك فليكتشر، وهنا عندنا كان الرايت كوليك فليكتشر او الهيباتيك فليكتشر. هذا هو كل الفلور مالته، ما بيشي الفلور مال اومنتال بورسا راح نسميه الستومك بيد. ليش الستومك بيد؟ لان الستومك راح تيجي وتقعد هنا، يعني هذا هو الموقع مال الستومك. ما بيها يعني ما بيها فكرة انه حتى نقدر نشرحها، يعني ما بيها شيء، فقط انه نجي نبعد بهاي الصورة اوضح. شوف هاي الستومك، هذا السكشن، هاي الستومك، هذا الليزر ساك، نجي هذا البنكرياس، هذا الدايفرام، نجي نشوف باقي الاعضاء موجودين هنا. هنا انا بخلي التأشيرات ما حتى في حالة احد راد يرجع عليهم. اخر موضوع موجود عندنا بعد ما كملنا الاومنتال بيرسا وكملنا كل الليجامنت وهاي الامور، راح يكون عندي باقي موضوع واحد اللي هو البريتونيوم فوسا اند فولز. ليش البريتونيوم فوسا والفولز مهمين؟ على مشكله واحده، انه ممكن يكون بهم نيرف او ممكن يكون بهم ارتري، او ممكن الارتري هو اللي يسبب الفولد، فانا لازم اعرف انه هاي الفولد من شنو تكونت او شنو راح يكون بطنها حتى ما اجي اسبب لي مشكله بعدين وتعال قعد حلها. زين، there are many peritoneal folds in the abdominal cavity. Some of these contain blood vessels, other not. يعني وبعضها ما راح يكون بها. Fossa may be found under the folds. ممكن يكون تحت الفولد. It's possible for a knuckle of the intestine to burrow into the fossa, an intraperitoneal hernia. يعني أنا ممكن بهاي خلال هاي الفوسة، إنه مثلاً هاي دي صار عندي هنا فوسة، منو قريب من عندها؟ قريبة من عندها الأبندكس، فممكن الأبندكس هذه تيجي وتطب بداخل هاي الفوسة، فتسبب عندي هرنيا، تسبب عندي فتق. هذا الفتق نسميه intraperitoneal hernia. هذه الفكرة اللي هنا مع intraperitoneal hernia، إنه الفوسة ممكن يكون سبب بهرنيا. Faults and fossa found in the following region. يعني راح نجي نسولف على منطقتين فقط اللي هن بالiliocecal junction وبالduodenojejunal junction. الإليوسيكال جنكشن، هنا هذا الإليوم والسيكم، راح يكون بين منهم superior إليوسيكال fold. أول وحدة عندنا اللي هي superior إليوسيكال fold، منو جواها؟ جواها superior إليوسيكال fossa. هنا نوب همين الإنفيرير إليوسيكال fold، inferior إليوسيكال fossa، يعني دائما fold عندي جواها راح يكون فوسه. زين، superior iliocecal fold وين راح تكون؟ راح تكون بين الميزنتري، بين الميزنتري مع ال anterior surface of the cecum، ومنه راح تكون، راح تكون بين ال بين الميزنتري of the iliocecal end to the anterior surface of the cecum. حلو حلو، مع هاي النهاية ميزنتري ومع ال مع ال anterior surface مال سيكم، يعني راح تكون هاي هي الطاية مالت. شو راح تحتوي؟ اللي هو هذا الجزء الكلش أهم، أو الأهم شيء نكتب عليه امتحان،
لأن هذا كلش متوقع إنه يجي بالامتحان. It contains the anterior cecal artery. هذا هو البوينت مالتنا اللي دا نحكي عليه. إنه هذا superior iliocecal fold راح يحتوي شنو؟ راح يحتوي على ال anterior cecal artery. وراح يمتد أكيد بين الميزانتري والميزانتري مال iliocecal angle لل anterior surface. فهذه هم المهمة إنه نحفظهم على مود ممكن تجي بالامتحان. ال inferior cecal راح تمتد منين؟ راح من الترمينال end of the ilium لل anterior surface of the lower part of the cecum. من هنا راح تمتد هذه، وهاي راح يكون ما بيها فيزل، فممكن نخربطنا بيها وبين السبيرير، فلازم نميز بيناتهم. الريتروسيكال فوسم، الريتروسيكال فوسم اللي هاي اشرنا عليها قبل شوية، قلنا انه ممكن الابندكس يطب بطنها ويسبب عندي انترابيريتونال هيرنيا. اللوخ او المنطقة اللوخ اللي هي الديدونينجيجنال جانكشن، هذا حرفيا ما بيها يعني ذيك الاهميات، فقط انه نعدد اساميهم، يعني بخلينا هو مجرد انه على مود الامتحان، فقط للامتحان. على مود اللي نجي ندوخ نفسنا بالتفاصيل مالته، انه فين دي يسوي لي هنا، وارتري اكو موجود هنا، فاحنا ما مطالبين بها بهاي المحاضرة. اول واحدة عندنا superior superior duodenal fold اللي هو هذه. منو جواها؟ منو جواها؟ inferior duodenal fold and fossa. para duodenal fold and fossa. retro duodenal fossa. هاي كل الأفكار اللي بيها إنه كلتهم لهم علاقة بالدودينال، تمام؟ دودينام. فشنو؟ فعندي superior، عندي inferior، عندي para، عندي retro. اللي هو هذا فراغ اللي هنا اللي هو اغلب شيء انه ممكن الدودينام يطبيه، جزء من الدودينام راح يجي يطب بداخله، فهمي راح يسوي لي الانترابيريتونيال هيرنيا. هاي المحاضره مالتنا. اخر جزء من عندها انه حكينا كملنا هذا الريجن. اخر شيء اللي هو البلاد والنيرف والنيرف سبلاي واللمفاتكس مال بيريتونيوم، شنو اللي لهم علاقه؟ البارايتال براتم بريتونيوم مثل ما قلنا انه هو لاينينج ذا ابدومينال كافيتي. فشنو؟ فهو نفس الاشياء مال ابدومينال كافيتي تنطبق على البرايتال. اما الفيزرال فنفس الاشياء اللي تنطبق على الفيزرا على الاورجانس، مثلا البريتونيوم اللي حوط الليفر، ف راح ياخذ نفس البلاد سبلاي اللي ياخذ الليفر، ياخذ من نفس الارتريز، تمام؟ هذا بالضبط. في ما عدا شغله واحده، ما عدا انه النيرف سبلاي از ابسنت، يعني ما راح يكون عندي نيرف سبلاي هنا، ما راح يكون عندي نيرف سبلاي بالفيزرا. حلو فان شاء الله استفدتوا من هاي المحاضره، ونلتقي بالمحاضره الجايه. سلام.